طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، ورمضان مبارك عليكم، وتقبل الله صيامكم وعبادتكم، وكل عام وأنتم بألف خير. وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. نتحدث اليوم عن ذوي المغيبين، حيث رفض ذوي المغيبين العراقيين منحهم مخصصات مالية ضمن الموازنة المالية للعام الحالي 2021، إذ كانت تعني تعويضا لهم عن أبنائهم المفقودين منذ ما يزيد عن 5 سنوات، وطلبوا بالكشف عنهم وعن الجهات التي قامت باختطافهم. اعتبروا بأن المخصصات تندرج ضمن محاولات لتسويف الملف الإنساني وإنهاء المطالبة به وحماية الجهات المتورطة بالخطف من أي مساءلة قانونية. تضمنت الموازنة المالية التي صوت عليها البرلمان أخيرا مخصصات الشهداء كما جاء في فقرة البرلمان لذوي المغيبين في العراق في وقت لم يحدد فيه المصير الواضح للمغيبين، الأمر الذي أثار حفيظ ذويهم الذين يطالبون بالكشف عن مصيرهم. على سبيل المثال، مثل ما رصد تقرير الصحيفة العربية الجديد لذوي المغيبين، أبو أحمد مثلا وهو من أهالي محافظة الأنبار ووالد لاثنين من المغيبين الذين تم اختطافهم على يد ميليشيا مسلحة قامت بعزل النساء والأطفال واقتياد الرجال إلى مكان مجهول بدواعي التدقيق الأمني عام 2015، لكن مصيرهم إلى جانب مئات آخرين ما يزال مجهولا. قال للصحيفة بأن التعويضات المالية مثيرة للخوف لدينا، لا سيما بأن الجهات المسؤولة لم تحدد مصير أبنائنا ولا نعلم هل هم أحياء أم أموات، فكيف يتم التعامل معهم بهذه الصورة. بين أبو أحمد بأن هذا لا يمكن القبول به بما بها، وإذا كانت مساومة لنا على أبنائنا وتسويفا لهذا الملف فكيف نقبل بالتعويضات إذا كان أبناؤنا أمواتا من دون أن نعرف الجهات التي خطفتهم وقتلتهم، وتساءل إذا كانوا أموات أين هي قبورهم. تحدث عن وجود كما قال مؤامرة ضد المغيبين بصفقة سياسية بين القوى الرئيسية لتسويف الملف وإغلاقه والتعتيم على الجهات الخاطفة وهي الميليشيات المسلحة التابعة لإيران. حمل الحكومة مسؤولية فتح الملف ومتابعة مصير أبنائنا كما قال. طبعا النائب رعد الدهلكي تحدث لصحيفة العربي الجديد وأكد بأنه لا يمكن تعويض ذوي المغيبين، لا سيما بأنهم ينتظرون عودة أبنائهم، والجهات التي خطفتهم هي جهات معلومة بالنسبة للأهالي، واعتبر بأن الأموال المخصصة للعوائل لا يمكن أن تكون تعويضات، بل تعد أموالا لجبر الخواطر لحين الكشف عن مصير أبنائهم والبدء بخطوات عملية من قبل الحكومة والجهات المختصة بهذا الاتجاه. معنا اتصال محمد من الموصل، تفضل محمد. محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، رمضان كريم الجميع. الله منا وينكم. الله يسلمك ويخليك، تفضل أخي محمد. احنا ذولا ولدنا راحة وما سووا شيء. نعم. أنا عندي سيانة اليوم أربعة الفطور ما ضقتوا. اليوم أربعة سنين ولدي ما عنده لهم ما يستووا. أتسووا شنو مثل ما سووا هم؟ ما سوينا شيء. نعم. أربع محافظات بالله عليك الزلم ونساوين وللشباب ما حد يعرف، حتى النسوان قاموا يلعبوا على الإيرانيين ببغداد. يبال هذا الحلبوسي هو البقية والشرف، خليني أحكي. هو كان يقبل مهد الرمادي ومهد الموقف كريف في السجن، هو جاعد على الميز الكرسي. اثنين، ما سوينا مثل ما سووا ربع سوينا احنا. ولدنا ما عنده لامين، اليوم 6/10 حطيته فوق راسي كبيته، يعني كل واحد حرمته مجابلتني. وللشباب ما سووا شيء مثل ما سووا هم. انت يا رئيس دوله ما تفكر فيها ايران؟ اي احنا خايفين من لعبه.
تلعبها ايران لعبتها قبل اليوم نص الحراخيل سحقوا مجنسين ايرانيين مجنسين من حرب الحراخيل الايرانيه حاقد علينا احنا خلاص لا ولد نروحهم يديرون مخهم اريدهم بس وان طيبين ميتين دامك تعملنا نمشي من العراق يعني شغله ما ضررها طعمها انت صاحك يا رئيس الدولة واسمع حسي والهذا من الوصل قاعد يحكي كلامه غلط انت عارف قاعد على الكرسي هذا العامل كان يكاوننا كان يكاوننا كان وقابل بكيسي حتى ترجع راحت استعقام سلم الحكومة بالعراق سلم الحكومة بالعراق وانطيني مجال احكي انت يا رئيس الوزراء جديد انت ما تفكر بهذه النساوين بالله عليك مسؤولات بالعلوفات الرمادي والتكريت والموصل والديالة هذول النساوين همدوا احسن نساوين هذه شكله حط براس ثقيله اكو غيرتين وحده بالطيز وحده بالراس لا اخي محمد اي مقام محمد اي مقام محمد يتهددونه محمد تسمعني؟ نعم محمد. اسمعك هل ايش تعتبر انت تخصيص البرلمان مخصصات لذوي المغيبين؟ هذول مو من غايبهم، كل سجن جابوا وزير. كل سجن كيلو والطماطه كيلو والطماطه عندك بتاجي ب 1000 ب 5000 دينار. كيلو والخيار ب 4000 دينار بتاجي. حتى المدير الباحه طلعوا عليه وقالوا بصراوي ايراني صنف. ماشي محمد انت عندك مغيب ما تعرف مصيره وين اثنين والله تمام انت عندك اثنين البرلمان قبل اسبوعين من اقر الميزانيه اقر بمخصصات كتعويض لذوي المغيبين ايش تعتبره يعني هناك نواب هناك ناشطين هناك مراقبين اعتبروا هذا الامر هو صفقه سياسيه لغض الطرف عن ملف المفقودين والمغيبين انت عندك اثنين من ابنائك مغيبين ايش تعتبر هذا الامر هذا الامر لا يقطع العقل المالي يعني لا ما يقطع العقل المالي هذول برعانة جابونا ايرانيين من كذول اللي سموهم دواعش كل محافظة يخلون بها مليون ايراني نعم كل محافظة يخلون بها مليون ايراني اسعى البصرة أنا شفت سلاح بالبصرة ما شفته خدمت بالجيش 13 سنة مكلف شفت سلاح بالبصرة أنا ما شايف مثله هذا كله عيراني كل حزب من النور المالكي هذا وهذا العامري نعم وإحنا لو نطونا والله لنقوم لتحقيق الحرمة نعم محمد من الموصل كان معنا شكرا لك أبو ذياب من الفلوجة أبو ذياب إيش تعتبر السلام تخصيص عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا أهلا وسهلا بك رمضان مبارك أولا عليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله رمضان كريم على كادر قناة الرافدين الله يتقبل مبارك إن شاء الله الله يتقبل الحلقة مخصصة عن المغيبين نعم إيش تعتبر تخصيص البرلمان عندي موضوع لما يسمى تعويض عن المغيبين تمام ممكن أسألك أي أستاذ اسألني عادي تفضل حبيبي أستاذي ايش تعتبر تخصيص البرلمان تعويض لذوي المفقودين هناك من اعتبر بان هذه المخصصات الماليه هي ملف تسويه وغلق لملف المغيبين نعم 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 استاذ العزيز سالفه المغيبين تبكي وانا احكي لك الصدق كل يوميه ابكي عن العراق بي حاله نفسيه اظل ابكي المغيبين الشباب لا أستاذ لو نفضحهم الفيديوهات ما تعذيب الشباب العاد إيش نحكي عن النساء الشباب يجيبولك بالدرايل على رؤوسهم وبالسكاكين كل شيء ما يفيد لازم أقل شيء كل عائلة عظوم 5 ملايين 6 ملايين الموضوع اللي أريد أحكي به جاي أقلب بالفيس عندي إعلام متابعة يعني أستاذ الدولار صعده أول شيء 130 بعدين 147 بعدين 150 يعني اليوم أول يوم رمضان تيجي تشوف خبر البنك الدولي الله لا ينطي إن شاء الله يصعد الدولار بالعراق يسوي 160 الله يقبلها أستاذي نعم يعني الفقير مقروض أستاذ راح أقول لك شيء
أنا أبويا خدم حرب إيران، أبويا من مواليد 1965. نعم. أنا أبويا 18 سنة سجن بإيران، راح نص عمره فداء للوطن. تأثر 1982 14/7، طلع بسنة 2000 10/4 يعني بذكرى تأسيس قناة الرافدين. قلت لأبويا شنو أكثر جرح 18 سنة سجن بإيران لاحتلال العراق؟ قال لي العراق. يعني أبويا ما طلع هواية من احتل العراق، من رجع من إيران وأكثر رجال مشيب جاي يقول لي لا تخابر، يخاف عليه. قلت له بابا علي شخاف، أنا البارحة خابرتكم كانوا الاستخبارات يشمشون بالقوة أسمعك، بالقوة أسمعك. وأني قناة الرافدين أكثر شيء عرفتها بسنة 2011 بوقت المظاهرات، كنت أتابعكم وأنت تاج على الرأس، وأنا أفتخر بكم. أنا أولا أصل عراقي، وثانيا أصل عبيدي، وثالثا أصلي رافديني، والما عاجب أنت على عناد كل ذير. يابا والله الكاظم ما تدوم لك أنت وحكومتك، يابا والله مدوم لكم وراح تنسحلون تنلقحون بالزبالة. وأنا شفت الخبر أن القوات الأمريكية راح تنسحب من أفغانستان، قال عبلا رجع، هذا أعتبر نصر. وثاني شيء استاذي، نعم. أنتم فخر وأفتخر بيكم وأحتز بيكم، وأنتم تاج على الرأس، وربي يحفظكم ورمضان كريم، وربي يرحم علينا وعليكم يا رب. الله يتقبل منا ومنكم. شكرا أبو ذياب من الفلوجة كان معنا. أبو عبد الله من كركوك، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، رمضان كريم أخي عمر. الله يتقبل. رمضان مبارك علينا وعليكم يا رب. علينا وعليكم. بالنسبة للمغيبين أستاذ عمر، نعم يا أستاذ عمر، سبق وأن نعم يا أستاذ عمر سبق وأن خابرناكم عدة مرات بالنسبة للمغيبين حرف كركوك. نعم. والله العظيم مصيبة كبرى. البارحة كان لقاء ويا محافظ كركوك على قناة الإخبارية العراقية. الرجل حكى التفاصيل وممكن أن شاهدتوها، يعني عرف كركوك المغيرين مع العرف كركوك بالآلاف. الله وكيلكم محمد كيفن كبار الجديدين ما نبدأ أميا لحد يتابعهم لحد يتابع عليهم. يا أخواني يا قناة الرافدين، نرجو أن تسلطون الضوء على تحديدا على مغيبي عرف كركوك. يعني والله العظيم مدينة كبيرة، وإحنا ما عندنا بعد الله سبحانه وتعالى غير قناة الرافدين الشريفة المواطنة بالأحداث ومعاناة الشعب العراقي. يا أخي أستاذ عمر رحم الوالديكم، صلوا الأضواء على قناة على مغيبي كركوك، وأريد أن تكون بكم وقفة يعني في هذا الموضوع. نعم، عندك أحد مفقود مغيب أبو عبد الله؟ احكي لنا القصة. شنو قصتك؟ نعم استاذ، يعني استاذ عمر من 2016. نعم. ما عندنا هميا اذا تروح المنظمات الصليب الاحمر وحقوق الانسان يدور عليهم يضمونهم. صار لهم كم سنه؟ صار لهم كم سنه مختفين؟ صار 6 سنين. نعم. استاذ عمر، استاذ عمر من تروح عليهم المنظمات او الصليب الاحمر، احنا وثقنا وثقناهم عن طريق الحكومه وعن طريق الجهات الاخرى. وما بيضمونهم، يعني كل ما بيحدوا عليهم ما يقولهم. يعني هم صحيح صفع شعجب شعجب، هم يعني هم مو من داخل، هم ما يقولوا احنا ضد، يعني هم اذا دولة وحدهم حتى هني نتجي الى منظمة الى الصليب الاحمر الى منظمة الهاية الحرية ونطالب فيهم، يعني هم جزء من ولدنا ما جزء من ولدنا، يعني شلون هم ياخذون حقوقهم كلهم من ومضيعين 4000 واحد مضيعين صاروا 6 مرات. الله وكيلك فيهم 15 صاروا زين، ولا حد يدعي فيهم ولا حد يدعي عليهم. ايش قد اعمارهم من اختطفوهم؟ اقول اعمارهم كبار، شنو اعمارهم كبار؟ اقول كبار. نعم. ها بيا منطقه صارت الحاله بالتحديد؟ الشارع. وين؟ كل قواطع كركوك، كل قواطع كركوك باتجاه جنوب كركوك وغرب كركوك، يعني حتى في داخل كركوك هذه اللي خذوها في داخل بعد النزوح، يعني خذوها، يعني كل ما خذوها اليوم الشاطئ الكلية الأسايس ما خلوا، يعني واحد كل ساعة ياخذونه ويصفون عليه، يعني الله وكيلك مأساة كبيرة يا أستاذ عمر. أبد ما تنسونا نحمل والديكم. زين، من الجهات اللي خطفتهم؟
بالتحديد الاسايش. زين من راجعتوهم شو ردوا عليكم؟ احنا ذاك الوقت ما نقدر نراجعهم، ياخذوني ما نقدر نراجعهم. اذا اجت حكومه الكفيه من الساعه 10 كركوك و5 كركوك قلنا ان الوصل صوته ونقدر عن طريق حول مجال توثيق حتى وقتها رئيس الوزراء حيدر العبادي تنزيزه من بغداد والتقوا بينا قالوا وثقوا لنا الاسماء وثقنا لهم الاسماء وخذوهم وياهم. تبطل الجزء حتى لا كنت اي جزء ما نعم. الله يعين والله يفرج عن كل بريء. ابو عبد الله من كركوك كان معنا. معنا ابو محمد من السليمانيه، تفضل ابو محمد. ابو محمد تسمعني؟ يبدو انا فقدت اتصال مع ابو محمد من السليمانيه. طبعا النائب رعد الدهلكي شدد على ان هذا الملف ملف المغيبين لا يمكن السكوت عنه او التغاضي عن الجهات التي خطفتهم، مؤكد بأن هناك معلومات عن أن الكثير من المغيبين محتجزون بسجون سرية بعضها في بلدة جرف الصخر، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولية عدم الكشف عنهم. وبين بأن الحكومة تتعامل مع الملف بشكل خجول ولا يوجد أي تحركات من قبلها وهي مسؤولة عن هذا الملف. بدوره قال النائب السابق عدنان الدنبوس بأن هناك تقصيرا وإخفاء حكوميا لأعداد المغيبين في العراق ومصيرهم، في وقت يجب أن يكون هناك وضوح بالكشف عن عددهم ومصيرهم. وشدد خلال حديثه لا يمكن منح تعويضات من دون معرفة مصير المغيب. هل هو مفقود؟ قال هل هو قتيل؟ هل هو سجين؟ وإذا كان سجينا لماذا سجن؟ ومن الجهة التي قامت بسجنه؟ أضاف الدنبوس بأن هذا الملف يشوبه الكثير من الغموض، وأن يكون التعويض وفق رؤية واضحة، فتعويض الشهيد وحقوقه تختلف عن غيره من السجين، ويجب أن يعوض عن فترة السجن وتحاسب الجهة التي سجنته بدون سبب قانوني. وأشار إلى أن من المغيبين لن يظهر لهم أثر ولن يكون لهم أثر في باعتبار بأن هناك جهات مسؤولة لا تفصح عن الجهة التي اختطفتهم أو غيبتهم، وأن هناك عقبات قانونية وأصولية في موضوع تحديد مصير المغيبين. لذا فإن التعويضات ستكون حبرا على ورق مع هذا الغموض بالملف. وأشار إلى أن هناك تحقيقا ومعلومات عن الكثير من المغيبين، لكن قال الجهات الحكومية تتخوف من إعلان الجهات المتورطة خوفا منها. الحكومة تخاف من الميليشيات. معنا اتصال من الأنبار. أم فاضل من الأنبار، تفضلي أم فاضل. عيني أني والله ابني فقد من 2015. نعم. ما خليت بغداد، ما رحيت حط عيني بعين الله وسكت. نعم. أخذوا سرايا السلام. نعم. من يا منطقة أخذوا؟ نعم الله. أخذوا من جزيرة سامرة. نعم. إيش قد عمر ابنك؟ نعم والله مواليد 92، متزوج وعنده بنيه ياض. نعم نعم والله عليك. راجعتي سجون شرطه جيش؟ شردوا عليك؟ والله ما خليت اي والله ما خليت مركز ويعتب علي بغداد، ما خليت. نعم اي والله ماكو اي نجدة عنه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي والله. من عدا أخوته 3 شهداء وهو الرابع. نعم. وأنا أناشد الطيبين، أناشد الحكومة على ابني المفقود، صار له 5 سنين ما خليت، ما سألت عنه لا خبر ولا خبر. الله يعينك ويفرج عن كل بريء يا رب. الله يسلمك يا أم فاضل من الأنبار، وقصة أخرى من قصص العراق الحزينة مع الأسف. أبو محمود من الرمادي، تفضل أبو محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام بخير، رمضان كريم عليك يا رب. رمضان كريم الله يتقبل. إن شاء الله علينا وعليك. الله يتقبل يا رب. اي والله تقبل منك ومن الجميع. امين امين يا رب العالمين. الله يسلمك يا ابو خشاد. عمر احنا الجماعه معتقلين الرزازه. نعم.
الو اسمعك اسمعك ابو محمود. الغزازه احنا نعم ناشد ما يعني ما خلينا يعني من 2015 هاي نروح اليوم الله وكيلك رمضان هو رمضان كريم رمضان كريم بس عمي والله الله وكيلك انقلب علي مو رمضان انقلب علي ما عندك يعني ما شكله اسولف له شحن له شو وياك شنو هو وين الناشد شنو ناشد عمر الله يخليك وين نروح الحلب والسي ماكو الغارة ماكو الحكومة ماكو يعني وين ما ينتج بس ينتج وين ينتج ما جاي نعرف وين ينتج ناشد من غيرتكم الشريفة نعم ناشد غيرتكم الشريفة ناشد كل شريف مثل ما ناشد هاي الساعة الأخت تقول لك انا عندي ثلاثة شهداء واحدة بس السلام احنا وين ننتج على من ينتج على طريق ينتج ما نعرف يعني ماكو بيت ما مشروع بالعراق بيع ابسط شيء واحد واثنين ولا كل اربع من اربع فوق على شنو هو ليش؟ ليش ماكو حكومه ماكو اسلام؟ ما ليش من رمضان ناشي اسلام؟ كل مسلم شريف ما رمضان عليه نريد نريد ولادنا نريد ولادنا والله ما نريد عم ولادنا حتى من العراق نطلع نطلع من العراق استاذ استاذ عمر الله يخليك انا عادك بنفسي ما من خايف لا بس انا اقول لك يا محمود انا عادك حتى بيتي عندي في نص بيت جيت نص بيت هسه انا قلت نص بيت مهجور بيت من ام الضباط يعني والله ما استاذ عمر علي من الروح بس كل فهمني استاذ عمر الله يخليك وين ناشد من محمد العلبوسي ما صد علينا لا ما صد علينا يعني وين نروح ناشد من احنا الحين ناشد من راسكم الشريفه ناشد من الدول العالميه ناشد من الاسلام انا اقول لهم يا ناس هذول ابرياء الله وكيلك بس المحافظه تنبار 1633 واحد حافظ لك اياهم حافظ حتى ثاني وضك يا بس واحد واحد ولا ناس واحد من عندهم الله يخليك استاذ عمر ناشد قناتكم الشريفه وناشدكم انتم الشريف ليش الشرفاء ولا ماكو بالحكومه ولا واحد شريف هذا البوليتيانا يعني كلهم تحت يد محكم الصدر عارف عليهم السنه قاعدين حكايات والله عارف عليهم والله عارف والله عارف عليهم وعارف عدل جمهور القدر ما تصير يا استاذ عمر ناشد غلاشكم الشريف الله يخليك استاذ عمر راح تتوقع على والديك ناشد لنا انت من يمك الدول العالميه من الدول العالميه والله اكبر الله يخليك شغل ايش خليك بيهم والله اليوم معاي في قلبك على الفطور كل احنا والله استاذ عمر ناشد غلاشكم الشريف الله يخليك استاذ عمر راح تطلع على والديك وعلى نشكركم من شغلكم الشريف. الله يبارك فيك، الله يسمك، والله أعانكم الله وفرج عنكم يا رب العالمين. أبو محمود من الرمادي كان معنا. طبعاً كإحصائية رسمية حكومية لا توجد عن أعداد المغيبين، إلا أن سياسيين تحدثوا في تصريحات سابقة عن قاعدة بيانات تتضمن 12,000 مغيب ما زال مصيرهم مجهول في عدد من المناطق مناطق البلاد، من بينهم 1800 شخص تم اختطافهم في منطقة الرزازة بين محافظتي الأنبار وكربلاء، 763 آخرين خلال استعادة الصقلاوية في الأنبار من سيطرة تنظيم داعش، 900 آخرين تم اختطافهم في منطقتين تابعتين لبلدة جرف الصخر في بابل، و400 في مناطق حزام بغداد، 500 شخص تم اختطافهم في مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين، فضلا عن آخرين تم اختطافهم من مناطق عراقية متفرقة. في أغسطس آب من العام الماضي الكاظمي وعد بمتابعة ملف المغيبين بشكل جدي كما قال، وذلك خلال لقائه عددا من ذوي المغيبين، غير أن حكومته لم تتخذ أي إجراء بهذا الشأن لغاية الآن، فقط وعود وعود. نعم، معنا اتصال أبو عمر من صلاح الدين، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم أبو عمر. رمضان كريم، الله يتقبل مشاهدينك وعلى قناة الراشدين. الله يسلمك أستاذ محمد. أنا عندي مغيبين سنين. نعم أخواني لزموا بر الرزازة سيطرة الرزازة. نعم. طلاب مدرسة، واحد مهندس وواحد يدرس خامس إعدادي. عبروا اتصال وياهم فترة الدواعش، عبروا سيطرة مال سيطرة الزيبز، لقوهم حاسبة قالوا لهم انتم ما عندكم كل شيء. عبروا السيطرة ورا 10 دقائق انقطع اتصال وياهم ولحد الآن.
ورا سنة وشهرين طلع سجين من جرفة الصخر، اتصل علي أنا على أخوي قال له عندك أخوان اثنين مغيبين اللجمة ورا سطرة الرزازة محمد وعامر. نعم. وها صارهم من 15/7/2015 لحد الآن ما نعرف مصيرهم، جرفة الصخر ما نعرف، بس هذا الولد من قيارة طلع من عندهم من 65 واحد يعني. نعم. واحد من اخواني بل 2012/2013 طلع اول على صلاح الدين ابو مازن محافظ صلاح الدين انطاه هديه، طلع حتى على التلفزيون طلع يعني من الاوائل من صلاح الدين يعني. نعم. يصير بها الشكيل شنو ذنبه شنو ما نعرف مصيرهم. يقول هسه احنا نعوضهم شنو شو يعوضون من عندنا؟ شنو شو نستفاد من عندهم؟ احنا اذا اخذنا فلوس شنو فائدتنا بالفلوس؟ الماده شو تفيدنا؟ نعم. يعني يضحكون علينا هم قاعدين على الكراسي والله ينطونا يعوضونا، لا احنا نريد نعرف مصيرهم، ان نعرفهم طيبين ميتين. اذا هم طيبين يقولون طيبين، واذا ميتين يقولون ميتين، تعالوا خذوا جثثهم. احنا شو تفيدنا الماده؟ الفلوس شنو؟ فهذا الولد طلع من قيارة لا زال موجود حي بقيارة، يقول 3000 وكسر كلهم صراحة جرف الصخر، وعلينا الحراسات عراقيين والمسؤولين إيرانيين ولبنانيين، هاي شغلة مؤكدة. نعم. أستاذ محمد احنا نطالب الكاظمي رئيس الوزراء نطالب ونحملهم المسؤولية، يعني ها ولدنا صارهم 6 سنين شنو مصيرهم شنو ذنبهم؟ بعدهم شباب، واحد 1992 مولده، واحد 94 ولحد الآن ما نعرف مصيرهم، بس أول سنة وشهرين من لزموا طلع من عندهم ماذا سجين لكم، ولحد الآن ما نعرف أي خبر عنهم براه. نسأل الله أن يفرج عنهم، والله الله يعينك أبو عمر من صلاح الدين كان معنا. أم سجى من بغداد، فضلي أم سجى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. الله يحفظكم. رمضان كريم. رمضان كريم يا عمري. كل عام وأنت بخير. وأنتم بألف خير. الله يحفظكم ونشكركم على هذا البرنامج. الله يخليك ويسلمك. الله يحفظكم يا أبو ويخليكم. نعم. والله عيني أم سجى وياك. أم سجى عندها واحد مغيب مخطوف. نعم. وعندها 4 شهداء وواحد الحمد لله المعين بالاحتقال. نعم. نعم أم سجى. أم سجى تسمعيني؟ أم سجى؟ انقطع اتصال مع أم سجى من بغداد. طبعا شهد العراق خلال سنوات الحرب على تنظيم داعش أعمال خطف طاولة الآلاف من أبناء عدد من المحافظات منها الأنبار وصلاح الدين ونينوى وبغداد وديالة والتأميم وشمال بابل بدوافع سياسية وطائفية، بينما تحدث السياسيون عن تورط فصائل مسلحة بعمليات الخطف والتغييب. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد. ام سجى من بغداد تعاود الاتصال، تفضلي ام سجى. السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يعني. الله يحفظكم. الله يسلمك علينا وعليك يا رب، الله يتقبل الطاعات. والله احنا أنا يومي أتابع هذا البرنامج، الله يستركم ويحفظكم الله ويخليكم يا رب، اللي يوصل صوت المظلوم. الله يسلمك ويخليك، تسلمي لي. والله يا عيني أنا عندي واحد مخطوف. نعم. تم إطلاق سراحة واخذوه من السيارة، نزلوه واخذوه من عام 2014. نعم. وعندي ثلاثة شهداء. نعم. وعندي واحد محتقل الحمد لله، وأني وهذا المخطوف عنده أيتام، يعني عنده أطفال ثلاثة، وأني معوقة مقعدة الكرسي، والحمد لله عندي هالمعين هذا وبالمحتقل. أني أناشد هاي الحكومة، إيش وقت ضميرهم يهتز علينا؟ إيش وقت؟ لا بعيد يفرحونا، لا برمضان يفرحونا، يعني لهالدرجة إحنا ظنانا رخيص علينا؟ يعني أريد أسمع فد يوم يقعدون يجيبون طاري المحتقلين، مستحيل. بس حجة الموازنة وناس تهمش بناس على مود المال مال العراق، أنا يعني كل شيء ما أريد. إذا عندهم ضمير الله يرضى عن كل شريف وكل طيب، نريد أولادنا ينطون عفو عام لأولادنا، أما يعيدون التحقيق بيهم. والله إحنا ما نقول على يعني على المجرم 95% هم كلهم أبرياء. نعم. يعني الله أكبر، ما يقولون هاي أمهات، ما يقولون هاي أطفالهم ضالة بالشوارع، كل شيء ما نريد. تموينية ماكو، ما نريد بيوتنا مهدمة، ما نريد. والله كل شيء ما نريد، نريد أولادنا. الناس كل شريف وكل طيب وكل واحد عنده ضمير، كل واحد عنده غيرة. الناس رئيس الجمهورية مصطفى الكاظمي الحلبوسي، يعني أي واحد يحس بينا خلي يحسون بينا مثل ما يحسون بعوائلهم. مو هيك يعني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على هذا الظلم. ليش؟ ليش المحتقلين حال الضيم حالهم؟ ينطونهم بطل مي، ينطونهم بطل مي يشربون كل النهار، بطل هذا بالربع. وين احنا؟ وين احنا؟ وين ظلينا؟ ما عندنا يعني حال الضيم حالنا، اولادنا سايعة بالشوارع. ما نريد، نريد اولادنا، كل شيء ما نريد منهم، لا اعمار لا مي لا كهرباء، نريد اولادنا. احنا هذا كل ما كاتبين، بس نريد اولادنا. الله يرضى عنك، الله يوفقك، وصل صوتنا. والله ما عندي احد، والله ما عندي احد. خلي يهتز علينا مصطفى الكاظمي، خلي شو خلي يعني يهتز علينا، خلي يهتز علينا احنا امهات المحتقلين، خلي يهتز علينا ويسمعنا، خلي يسمع صوتنا، خلي يشوف حالنا، حال اولادنا، نريد اولادنا. يعني هاي السنه الثانيه انا ما شايفه ابني. الله هو اكبر، والله العظيم. يعني مظلومين، ابتهم باطله، والله باطله. الله هو اكبر. واني يا عيني اشكركم يا رب، والله يفرج عن كل بريء يا رب، والله يعينك. ام سجى من بغداد. خلونا نتابع تصريحات النائب ظافر العاني اللي يتحدث في جلسه البرلمان العربي في القاهره قبل يومين حول انتهاكات حقوق الانسان في العراق. نشوف هذه الكلمه ونرجع لكم. معالي الدكتور ظافر العاني، شكرا جزيلا معالي الرئيس، خواتي اخواني، معالي النواب المحترمون. انها لمفارقه غريبه ان تصدر منظمات حقوق الانسان المرتبطه بدوائر معروفه تقارير مغلوطه عن حاله حقوق الانسان في بعض الدول العربيه المستقره والتي شهدت طفره نوعيه في تامين الحقوق والحريات العامه كالدول الخليجية ومصر، بينما تتجاهل هذه المنظمات أو تقلل من قيمة الاعتداءات البليغة على حقوق الإنسان في دول تئن تحت ضغط القهر والكبت، وفي العراق قصة مبكية أخرى. إذ تتعرض حقوق الإنسان في العراق إلى انتهاكات خطيرة من قبل الميليشيات التي تركب على ظهر الدولة العراقية، فهناك أكثر من 10,000 مغيب لا أحد يعرف مصيرهم حتى الآن، وتحرم عوائلهم من حق دفن رفات أبنائهم أو حتى جبر خواطرهم.
وتجري عملية اختطاف ممنهج وترويع وقتل للشباب من قادة التظاهرات السلمية لثورة تشرين، ولا يعرف أحد لليوم هوية قاتليهم. وفي جرف الصخر، وهي مدينة عراقية على أطراف بغداد، فإن 100,000 عراقي ممنوع بأمر الميليشيات من العودة لبيته ومزرعته، ومثلها عشرات المدن الأخرى في العراق في مسعى لئيم للتغيير الديمغرافي. ويتم قصف السكان المدنيين بصواريخ الكاتيوشا المصنوعة في إيران، إذ على العراقيين أن يدفعوا ثمن هذه العلاقة الملتبسة بين أمريكا وإيران بانتظار نتائج مفاوضاتهم بعدما اختارت طهران العراق ساحة لتصفية خلافاتها الخارجية على يد ميليشياتها الإجرامية. أنا لا أريد هنا أن أقلل من حجم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية وتحسن أداء القضاء العراقي، ولكنه بالإجمال ما يزال دون المستوى المطلوب، ربما لفداحة الإرث المأساوي وضعف مؤسسات الدولة. وهنا أطالب أخواني في البرلمان العربي بالتوصية بدراسة وضع هذه الميليشيات الإجرامية على لائحة الإرهاب، وأن تعامل كما يعامل تنظيم داعش الإرهابي. وشكرا جزيلا. شكرا معالي. طبعا هذه التصريحات نائب رئيس لجنة العلاقات النائب ظافر العاني يعني أثارت خلال مشاركته طبعا في اجتماع البرلمان العربي كما أوضحنا، واللي استضافت العاصمة المصرية القاهرة قبل أيام، أثارت أزمة سياسية جديدة في بغداد على خلفية مطالبة قوى سياسية حليفة لطهران بمحاسبة العاني وإقالته من البرلمان. وراح نجي نتحدث بالتفصيل ماذا قال أتباع إيران في العراق. شاكر من بغداد، تفضل شاكر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، كل عام وأنت بخير، رمضان كريم. كل عام وأنت بخير، رمضان كريم، وعلى قناة الرافدين بألف ألف خير يا رب. علينا وعليكم يا رب. عليكم. علينا وعليكم. ويجعل قناة الرافدين ما تتكلم إلا بصوت المظلوم وصوت المقيدين والمعتقلين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك. أستاذ عمر، إحنا من نتكلم نبات يعني أستمع البرنامج للبرنامج مالكم برنامج صوتكم. نعم. بعض المتصلين يقول يناشدون بالحكومة يا الحكومة يا مصطفى الكاظمي. نعم. أستاذ عمر العزيز المحترم، هو مصطفى الكاظمي من يناشدون مصطفى الكاظمي شو راح يسوي له؟ يعني شو راح يسوي؟ أولا مصطفى الكاظمي ما بيده شيء. مصطفى الكاظمي جابته الأحزاب، هو من رحم الأحزاب. جابوه وحطوه على الكرسي وقالوا له، يقولوا له انت لا تصرف الا بامرنا. نعم. نقول لا شو يسوي فلان شيء؟ نقول لك ابعد. مصطفى الكاظمي لو بخير كان سوى خير لنفسه. واحد هذا سامع من الزعاطيف، زعاطيف الميليشيات، يقول له اقص زحلك اذا ما استعذوله. زين، وطلع ثاني يوم زين حال المعتقلين من 2004 يا استاذ عمر لحد الان. انا عندي اخوان اثنين معتقلين وسجن الناصيه وسجنوا على مبر السري، تهمهم باربع ارهاب وهم ابرياء. والله ابرياء. واحد من عندهم طباخ خلفه، والاب واخوه واخويا الاخر عامل يشتغل جو ايده، وحكموهم وخلوهم ومن شدة التعذيب يعني عذبوهم أشد العذاب، والله شد العذاب عذبوهم. ومن العذاب اعترفوا أنهم هم يشتغلون بالإرهاب وغيره، وحكموهم بالإعدام. شنو ذنبهم ذولا يا أستاذ عمر؟ شنو ذنب ذولا المعتقلين اللي آلاف المعتقلين؟ أين حقوق الإنسان؟ أين المجتمع الدولي؟ أين الولايات المتحدة؟ أين الدول العربية؟ انظروا الدول العربية، انظروا الحال إخوانكم معتقلين وكلهم من أهل السنة، كلهم من أهل التربية وأهل بغداد. ما حال المقيدين يا أستاذ عمر؟ آلاف المعتقلين في الرزازة وصلاح الدين والدالة وأيضاً في بغداد، وإخواننا في جرف الصخر، وإخواننا المخيبين اللي حالياً اللي تقيبوا خلال عام وأكثر من عام أو أقل من عام في المحافظات الجنوبية.
قصة عمر سبق عند حكومة. عندنا عصابات يعني شاكر. نعم شاكر. نعم. موضوع تخصيص او مخصصات ضمن موازنه 2020 لذوي المغيبين، البعض اعتبر بان المفترض انه ما يسوون تخصيصات، مفروض الحكومه والجهات المعنيه تكشف بالاول مصير المغيبين، هل هم مسجونين، هل هم ميتين، من اللي قتلهم، وينهم، وين مصيرهم، احياء ام اموات، بعدين وراء ذلك يخصصون. هناك أطراف حتى في داخل البرلمان اعتبرت بأن نعم. هذه المخصصات هي لغلق هذا الملف الإنساني الحساس اللي الناس تريد تعرف مصير أبنائها وذويها وين صارت بيهم الدنيا. أستاذ عمر نعم. بارك الله بك على الكلام والسؤال الحلو الطيب. الله يسلمك. اليوم العراقيين اخي من 2003 لحد 2021 صار من 2003 لحد 2021 حكوا العراقيين استاذ عمر المغيبين كلهم كتلوا وعلى شاهد اكو شاهد مره طلع قبل يعني اقول قبل شهرين او من شهرين نعم شاكر من بغداد كان معنا، شكرا جزيلا لك وانا اعتذر منك لان الصوت بدا يتقطع. احنا استمعنا قبل قليل لكلمه النائب ظافر العاني، هذه صارت ازمه على خلفيه هذه الكلمه واللي تحدث فيها عن انتهاكات حقوق الانسان في العراق وهي موجوده وبشهاده الحكومه وبشهاده اللجان البرلمانيه وبشهاده المنظمات الدوليه، وقال ضروره الالتفات اليها من قبل المنظمات الدوليه خاصه فيما يتعلق بملف المختطفين العراقيين وقمع المتظاهرين وتهجير أهالي مدينة جرف الصخر على يد الميليشيات. ولا كانوا ما أقريتوا أنتم هذه المخصصات لذوي المغيبين. طبعا أبرز ما جاء في الكلمة مثل ما شفناها تحدث بأن المنظمات الحقوقية تتجاهل أو تقلل من قيمة الاعتداءات على حقوق الإنسان في العراق، ولفت إلى أن حقوق الإنسان تتعرض لانتهاكات جسيمة، وهذه الانتهاكات التي تحدث على يد الميليشيات التي قال تركب على ظهر الدولة، وهذا واقع الحال. أوضح بأن هناك أكثر من 10,000 مغيب لا يعرف مصيرهم، تحرم عوائلهم من دفن رفات أبنائها أو حتى جبر خواطرهم، وتجري عمليات اختطاف ممنهجة وترويع وقتل للشباب من قادة التظاهرات، ولا يعرف أحد اليوم هوية قاتليهم. لفت العاني إلى أن الميليشيات تمنع عودة 100,000 عراقي، وهذا واقع حال، من مدينة جرف الصخر من العودة لمنازلهم ومثلها مدن أخرى بالعراق في مسعى لإحداث تغيير ديموغرافي. أضاف أيضا بأنه يتم قصف بصواريخ الكاتيوشا المصنوعة إيرانيا، وأن العراقيين يدفعون ثمن علاقة ملتبسة بين أمريكا وإيران بانتظار نتائج مفاوضاتهم بعدما اختارت طهران العراق ساحة لتصفية صراعاتها الخارجة على يد الميليشيات الإجرامية. وختم بمطالبة البرلمان العربي بوضع هذه الميليشيات على لائحة الإرهاب وأن تعامل كما يعامل تنظيم داعش الإرهابي. ومثل ما استمعنا وشفنا الكلمة لظافر العاني النائب في البرلمان في برلمان بغداد. طبعا عقب هذه التصريحات طلع نائب رئيس البرلمان وعضو التيار الصدري حسن الكعبي وطالب بطرد النائب ظافر العاني، أشار إلى أن ما تحدث به النائب ظافر هو دعاية انتخابية طائفية رخيصة. يا أخي مو هذا واقع حال، ليش أنتوا لعد صوتوا على مخصصات لذوي المغيبين؟ غير أكو مغيبين؟ ونفى الكعبي، نفى بوجود مختطفين أو مهجرين بفعل الميليشيات، كون كما قال مفوضية حقوق الإنسان في العراق لم تتحدث بذلك، ودعا إلى إقالته في أول جلسة للبرلمان كما برر استمرار تهجير أهالي جرف الصخر، قال بأنها كانت حاضن الإرهاب. حاضن الإرهاب، أوكي، حتى إذا سلمنا بقوله كانت، اليوم صار لها سنوات تم استعادتها على يد القوات الحكومية ولكن الآن تسيطر عليها الميليشيات. كذلك عضو تحالف الفتح الجناح السياسي للميليشيات
فالح الخزعلي هاجم العاني واعتبرها صوتا لحزب البعث. هي هاي احنا الانتخابات قربت وبدأوا الجماعة مثل مالك البارحة قال لك البعث وإلى آخره. يا أخي هذا ملف حقوق إنسان، أنتوا إذا صحيح افتحوا هذا الملف، انهوا هذا الملف، لكن ما تقدرون لأن هناك انتهاكات جسيمة وما تريدون ينفتح عليكم هذا الباب. ولكن قصر الزمن أمطال راح يعرفون أهالي المغيبين أبنائهم وين، والظلم ما يدوم أبدا، مستحيل لن يدوم إن كان في العراق أو غير العراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها عن ملف المغيبين، هذا الملف الإنساني المستمر منذ سنوات. رمضان كريم مرة أخرى، تقبل الله صيامكم وقيامكم، في أمان الله.